ولأن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. نعم، أخبار الاقتصاد ينضم إلينا فيها الزميل محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا رجائي وشكرا سحر، ومشاهدينا إلى أخبار اقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اجتماعا لمتابعة الموقف الحالي للمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة في العمل على ملف تعميق الصناعة المحلية وتوطين الصناعات الإنتاجية في إطار خطة الدولة لتوفير مستلزمات الإنتاج. وخلال الاجتماع استعرض وزير التجارة والصناعة الوضع القائم بالنسبة للمجمعات الصناعية، مشيرا إلى أنه على مدار الفترة الماضية تم إنشاء 17 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية، وأن الصعيد يستحوذ على 51% من عدد الوحدات الصناعية. كما اجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة بوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير لمتابعة الجهود الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية. وخلال الاجتماع استعرض القصير الموقف التنفيذي لمشروع البتلو المخصص لصغار المربين، حيث أشار إلى أن وزارة الزراعة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتوسع في هذا المشروع مع توفير تمويل ميسر بفائدة 5% وتنفيذ حزمة حوافز لدعم صغار المربين. وأوضح القصير أن حجم إجمالي تمويل المشروع القومي للبتلو بلغ حتى الآن نحو 8 مليارات جنيه، مؤكدا في الوقت نفسه إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 241 مركزا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 41 منفذا في المجمعات الزراعية بقرى حياة كريمة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة التوسع في الفترة المقبلة في الزراعة التعاقدية، خاصة في الزراعات المستهدفة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة موقف تطبيق الزراعات التعاقدية وتوافر السلع المختلفة، حيث لفت مدبولي إلى ضرورة الاهتمام بالتوسع في المنظومة مع تحفيز المزارعين خاصة للزراعات المستهدفة، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة وتشديد الرقابة على الأسواق. وأشار بيان مجلس الوزراء إلى موقف الاحتياطية من بعض السلع الاستراتيجية ومنها القمح، مؤكدا أنه يتوافر حاليا مخزون يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 4.7 أشهر. استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمر الإعلان عن إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، معاش بكرة بالدولار. وتهدف الوثيقة إلى تحفيز المصريين المقيمين بالخارج على زيادة التحولات الدولارية وتوفير الحماية الاجتماعية من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار. هذا وتقدم الوثيقة مزايا ادخارية بالدولار في حالة الوفاة أو العجز الكلي من خلال برنامج مرن يسمح للعميل بتسديد الأقساط بدون الالتزام بمدة معينة. احنا دايما عندنا يعني قدرة على ان احنا نسعى الى كل ما له علاقة بمصلحة المصريين في الخارج، وهذه الوثيقة تخدم المصريين في الخارج فيما يتعلق بالتأمين على الحياة، فيما يتعلق ايضا بالمعاشات. فهي وثيقة دولارية، والوثيقة الدولارية الاولى اللي بتخدم المصريين. واجمل حاجة في هذه الوثيقة ان هي مش وثيقة مش شكل معتاد للوثائق التأمينية والوثائق الخاصة بالمعاشات، لأن هي ما بتتطلبش من المصري في الخارج إن هو يدفع أقساط منتظمة يعني بمجموعات مالية منتظمة. لأول مرة في السوق المصري هيئة الرقابة المالية بتسمح لشركات التأمين إنها يبقى عندها قناة تسويقية جديدة رقمية بالكامل، بيتم إصدار الوثيقة دي بشكل رقمي كامل. وبما إن ده النهاردة بقى متاح لينا، فكان طبعا من المهم ان احنا نستهدف كمان المصريين الموجودين بالخارج،
لان هو في تواجده بالخارج طبعا مش هقدر ان انا اسوق لي او ان انا يحصل على وثيقه تامين الا لو موجود جوه مصر او في فرع من الفروع، لكن النهارده استطعنا ان احنا نوفر ده بالنسبه له. بيقدر ان هو من خلال موقع الشركه مصرلايف.com او من خلال تطبيقات الموبايل لشركه مصر تامين الحياه يقدر ان هو يشتري هذه الوثيقه بشكل كامل بشكل رقمي. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد ومحافظ بورسعيد عادل غضبان عقدوا اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس مع ممثلي شركة إيني الإيطالية وعدد من مسؤولي وزارتي البترول والبيئة. ناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من شركة إيني الإيطالية لدراسة إقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة في منطقة القابوطي ببورسعيد واستخدامها في توليد وقود الغاز الحيوي البيوغاز والأسمدة العضوية. وأكد وزير البترول أن مقترح المشروع المقدم من شركة إيني يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتوجهات الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات والإدارة الآمنة للمخلفات. نهاية أخبار الاقتصاد من جديد، أعود إلى صحر ورجائي. شكرا لك محمد عبد